الحمد لله. اولا بشكر كابتن محمود، طبعا لفتة انسانية اكتر منها اي حاجة تانية، لفتة انسانية من رئيس النادي، من اكبر راس في النادي يعني، واعضاء مجلس الإدارة معظمهم كان موجود. طبعا بشكره جدا على اللفتة دي، ان هو ياخد بايد اللعيبة يعني، عشان خاطر عندنا ان شاء الله افريقيا الاسبوع الجاي ان شاء الله مسافرين. لفتة طيبة قوي قوي يعني، مش عايز اقول لك قد ايه هي مهمه في توقيت مهم جدا، في توقيت صعب بالنسبه لنا وبالنسبه للفرقه، وان شاء الله يعني رغم الـ 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 الاخفاق اللي الواحد فيه او كده يعني، لكن هو قال لنا ارفعوا راسكم فوق وان شاء الله باذن الله ترجعوا ببطوله افريقيا، وان شاء الله هنحاول جاهدين يعني رغم صعوبه الموقف، لكن هنحاول جاهدين الفرقه اللي معانا ان شاء الله باذن الله نحاول نجيب افريقيا باذن الله.